يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله طيبين. رجعنا لكم وبالتعاون مع صفحه ارابيك مارفل الله يعطيهم العافيه بمراجعه سريعه وشرح لاهم احداث وشخصيات مسلسل واندا فيجن. للامانه يا جماعه مسلسل جدا قوي وجريء وبفكره مميزه وجديده، ممزوج بدراما وتشويق وغموض واكشن مارفل المميز والملعقه الصغيره اللي تعودناها برضو من مارفل في الجانب الكوميدي. غير انه مارفل تجرأت في الصرف على انتاج هذا المسلسل، تخيلوا انهم صرفوا عليه حوالي 150 مليون دولار، وهذا الرقم ترى مرة كبير في عالم المسلسلات. ما هو لأنهم بس يبغون فلوس من وراه، بل لأنه مارفل عندها ثقة في عالمها وفي صناعه، وعندها ثقة أكبر في إن الجمهور وعشاق هذا العالم يستحقون فعلا شيء مميز. فشكرا مارفل، ويا ليت بعض الناس يعني يتعلمون. وبالنسبة للي ما تابع المسلسل، أكيد عندك تساؤل كبير يحوم فوق راسك، هو هل أقدر أتابع مسلسل واندا فيجن بدون ما أتابع أفلام عالم مارفل؟ أحب أجاوب على سؤالك وأقول لك لا، للأسف ما ينفع على الإطلاق، ولا تحاول، لأنه المسلسل مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بجميع أفلام مارفل القديمة وكذلك الأفلام القادمة. ولو تحب تتابع أفلام مارفل وهو الشيء اللي أوصيك فيه وبشدة، راح أترك لك في صندوق الوصف أفلام مارفل بالتسلسل الصحيح، أرجوك تابعها، صدقني يا صديقي فيها متعة حرام انها تفوتك. وقبل ما نبدأ الفيديو احب اذكرك عزيزي الوجيه باهمية الضغط على زر الاعجاب. يا اخي سوي لايك، سوي لايك الله يرضى لي عليك، انت ايش خسران؟ ترى قلتها مليون مرة، لو ما عجبك الفيديو سوي ديسلايك عادي، الامور طيبة، بس لا تطلع كذا بدون ما تسوي حاجة نفده خشمك. ولا تنسى كمان اشتراك في القناة لو انت مشترك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. غير كذا اربط حزامك عزيزي الوجيه وخلينا نبدأ. الفيديو بيكون عبارة عن شرح للشخصيات وبعض احداث المسلسل المهمة وبعض النظريات المقترحة. راح يكون تسلسل الفيديو كالتالي: اولا واندا وفيجن وما هو الهكس او العالم اللي خلقته واندا، ثاني حاجة ما هي منشأة او منظمة سورد ومن هو مؤسسها وايش هدفها، ثالثا اغنس او الساحرة اغاثا هيركنيز وسبب وجودها داخل عالم واندا، رابعا بيترو المزيف وهل هو اشارة من مارفل لربط عالم اكس من بعالم مارفل السينمائي، وخامسا ايش حكاية فيجن الابيض والى وين راح بعد قتاله مع فيجن الجديد او فيجن الهكس، سادسا مونيكا رامبو ايش سبب القوة الخارقة اللي حصلت عليها، واخيرا راح نلقي نظرة على نهاية المسلسل وارتباط النهاية بفيلم دكتور سترينج القادم، وايضا ما هو كتاب الدارك هولد. يمكن لاحظتوا ان اسم المسلسل واندا فيجن مكتوبة كاسم واحد او كيان واحد، واندا فيجن مش واندا اند فيجن، وهذا الشيء طلع صحيح في المسلسل. واندا وفيجن هم عبارة عن واندا فقط، فيجن غير موجود على الاطلاق، وابناء واندا وفيجن التوأم برضو هم فقط موجودين داخل الهكس او عالم واندا اللي خلقته. حلو الكلام؟ حلو الكلام. واندا بعد ما انتهت معركة الأفينجرز مع ثانوس وانتصروا أخيرا في فيلم إند جيم، صحيح انتهى الفيلم ببعض الدموع على توني ستارك وبلاك ويدو، ولكن الأغلب ليجي متنفس لهذا الحزن، سواء بعودة الناس المختفين من أهل وأصدقاء أو حتى بالاحتفال بهذا الانتصار العظيم والمهم. واندا وفي ظل الانتصار العظيم هذا للأسف ما لقيت أي شيء تفرح فيه أو أي شيء تنفس على نفسها فيه. أخوها التوأم مات من زمان، وحبيبها وتوأم روحها فيجن برضو ميت وجثته في منشأة سورد، وحجر الروح المسؤول عن إنسانية فيجن انتهى ومعاد له أي وجود، وهذا الشيء كسر خاطرها ودمر نفسيتها وأثقل كاهلها، فقررت إنها تروح تحاول تستعيد جثة فيجن من منشأة سورد، ولكن لما وصلت هناك رفضوا تسليم جثته لأنه عبارة عن سلاح ومعاد إنسان أصلاً وله ملكها أصلاً، وهذا الشيء زاد الطين بلة وكسر قلب واندا فوق ما هو مكسور. واندا هنا قررت إنها تروح إلى مدينة ويست فيو لأنه فيجن قبل ما يموت كان مشتري أرض هناك، والأرض هذه كان مخطط أنه يبني بيت له هو واندا ويعيشون فيه بسلام بعيد عن الحوسة وعن المشاكل وعن السوبر هيرو. وبمجرد ما وصلت هناك حزنها وغضبها الشديد تحول إلى طاقة هائلة وخلقت واقع جديد بعضه حقيقي وبعضه وهم، وتم تسمية هذا العالم في المسلسل بالهكس. وبمجرد ما خرجت الطاقة هذيك من واندا خلقت فيجن من جديد وسيطرت على كل سكان المدينة وخلتهم تحت سيطرتها بالكامل، ومع الوقت خلقت كمان طفلين توأم وهما بيلي وتومي، وحولت ويست فيو بالكامل إلى مسلسل ستكم. ليش يا وجيه طيب وحولته إلى مسلسل ستكم؟ تسوق أمها علينا سكارلت؟ لا يا عزيزي الوجيه، بل لأنها مرة تحب مسلسلات الستكم من يوم كانت هي صغيرة، وكجب
كجزء من تكوين عالم سعيد ومليء بالأشياء اللي تحبها، حولت سكارليت المدينة بكبرها إلى مسلسل سيتكوم، بداية بالخمسينات ومن ثم الستينات وشوية على السبعينات. وعلى هذا الحال الآن كل شيء في عالم واندا حقيقي وموجود في الواقع، ولكن الأشياء الحقيقية معدلة بناء على الحقبة اللي تختارها واندا لمسلسلها. عدا فيجن والطفلين فهم عبارة عن جزء من قوة واندا اللي خلقتهم واستدعتهم للحياة، ووجودهم فقط محصور داخل الهكس، وبدون الهكس ما رح يكون لهم وجود. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ماريا رامبو هي صديقة كابتن مارفل وأم مونيكا رامبو، هي اللي أسست وأنشأت هذه المنظمة، منظمة سورد. هدف هذه المنظمة الحكومية هو تنفيذ المهمات اللي تتطلب السفر للفضاء والتعامل مع المخلوقات الفضائية، سعيا لحماية الكوكب من أي غزو خارجي. بس هذا الكلام زمان. حاليا يدير المنظمة شخص اسمه هايورد، واللي على ما يبدو أنه إنسان يفتقد لأخلاقيات المهنة، وعنده هدف إعادة إحياء جثة فيجن واستخدامها كسلاح، وكمان عنده هدف ثاني بعد ما اكتشف وجود الهكس، وهو انه يدمر هذا الهكس او عالم واندا. وبنت ماريا مونيكا رامبو كمان جزء من هذه المنشأة، ولكنها على عكس هايورد تماما. مونيكا انسانة طيبة وعندها مبادئ واخلاقيات، ورفضت تماما افكار هايورد وساعدت في اسقاطه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. أغنس هي برضو شخصية يفترض إنها موجودة داخل مدينة ويست فيو، ولكن هذا الكلام غير صحيح. أغنس وصلت إلى ويست فيو لما استشعرت قوة واندا السحرية في خلق هذا العالم، وقالت لنفسها إيش الكلام الفاضي هذا اللي قاعد يصير؟ واندا ساحرة وعندها قوة عظيمة وجالسة تضيعها في هذه الخرابيط، مسويت لي مدينة افتراضية وجايبت لي زوجها وشوية أطفال وقعدت لي تلعب وتمرح، لازم أوقفها وأمتص قواها السحرية. فدخلت أغاثم متسللة إلى الهيكس أو ويست فيو، وسكنت في بيت شخص اسمه رالف بونر، سيطرت عليه وحبسته في غرفته، بحيث لاحقا راح تستخدمه وتوظفه لمصلحتها الخاصة. الآن أغنس هي الساحرة أغاثا هاركنيز، وهي ساحرة جدا جدا قوية ولا يستهان بقوتها. ولما كانت تتعلم السحر مع والدتها وبقية السحرة في قديم الزمان، اتجهت بطريقة ما إلى السحر الأسود أو المظلم، وبدأت في استخدامه وتعلمه. وهذا الشيء أزعج بقية السحرة ووالدتها كبيرة السحرة، وقرروا إنهم يعدمونها أو يحرقونها بسبب هذه الجريمة. ولكن للأسف أغاثا طلعت أقوى منهم بمراحل، وقبل ما يعدمونها امتصت قوتهم وسحبت جميع قواهم السحرية لنفسها، وعلى طريقها أخذت أرواحهم وقتلتهم بما فيها أمها كبيرة السحرة. وهذا أصلا جزء من قوة أغاثا، وهي إنها تمتص قوى غيرها من السحرة. وسبب وجودها حاليا في ويست فيو مثل ما قلنا هو امتصاص قوة واندا وتدمير عالمها الوهمي. كل الأشياء الغريبة اللي كانت تحصل داخل الهكس، من ظهور بيترو الوهمي أو أخو واندا، إلى تشويش فيجن وإخباره بحقيقة عالم واندا، إلى موت الكلب اللطيف الخاص بتوأم واندا، كل هذه الأشياء كانت بسبب أغاثا هاركنيز. وعلشان كذا خرجت لنا الأغنية الرهيبة It's been أغاثا. أغنية رهيبة صح، سمعتها إلين طلعت من خشمي يا رجل. حلو الكلام، حلو الكلام. سمعتوا بمقولة ناصر القصبي الشهيرة مقلبتك يا بوي؟ يا سلام عليك، مارفل عملتها فينا وعملتها كمان في واندا المسكينة. لما أغاثا استخدمت بيترو قدمته لنا على أساس أنه أخو واندا، كلنا توقعنا أنه هذه إشارة من مارفل أو تلميحة على أنه راح يتم دمج عالم الإكس من مع عالم مارفل السينمائي. ولكن للأسف طلع بيترو المزيف مجرد بيترو مزيف لا أكثر، وحكاية أنهم جابوا الممثل اللي قدم نفس دور كويك سيلفر من عالم إكس من مجرد نكتة وطقطقة على رؤوس المتابعين. لا هو كويك سيلفر ولا هو من عالم إكس من ولا هم يحزنون، مجرد إنسان ساكن في ويست فيو، وأغاثا سيطرت عليه بشكل كامل واستخدمته كجزء من خطتها للسيطرة على قوى واندا، ومنحته قوة مشابهة لقوة بيترو أخو واندا الحقيقي علشان تكتمل طقطقة مارفل علينا. حلو الكلام، حلو الكلام. الآن صار عندنا فيجن الهكس أو فيجن الجديد اللي خلقته واندا بواسطة قوة حجر العقل اللي داخلها، وعندنا كمان فيجن الأصلي اللي جثته مدمرة على إثر تدمير ثانوس له. مؤسسة سورد لما فشلت في تدمير الهكس وهزيمة واندا، قالوا يا عمي ما في حل غير إننا نفك السحر بواسطة سحر ثاني، لازم نعيد بناء وتجميع جثة فيجن اللي موجودة في مؤسسة سورد ونستخدمه كسلاح ضد واندا، ونعطيه أوامر بتدمير واندا وعالم واندا. وهذا اللي حصل، تم إرسال فيجن الأبيض أو
الأصلي إلى داخل الهكس، ولكن هذه المرة فيجن ما عنده حجر الروح، بمعنى أنه فيجن الأبيض حاليا ما عنده أي إنسانية، ولا يدري مين واندا، ولا يدري مين هو أصلا، هو مجرد رجل آلي وسلاح يتم تحريكه بواسطة سور. ولما دخل الهكس كان على وشك أنه يقتل واندا وينهي حياتها لولا تدخل فيجن الجديد وإنقاذ حياتها. وقامت بين فيجن الأبيض وفيجن الجديد معركة مرة رهيبة وقوية، ولكن لو لاحظتوا المعركة هنا مرة ملغوصة وصعب انك تتنبأ فيها او صعب انها تنتهي. فيجن ضد فيجن، كلهم بنفس الذكاء والقدرات. احنا نتكلم عن اثنين قادرين انهم يتنبؤون بحركات بعض، نتكلم عن اثنين بنفس القوة تماما. فيقرر فيجن بعد ما تعب، ما في امل اهزمه ولا في امل يهزمني، فيقول خلاص خليني احاول اقنع فيجن الابيض هذا بطريقة ما، واحاول اساعده في معرفة مين هو وارجع له ذكريات. فيجن الجديد قال يا ولد انا كيف اقنع هذا الفيجن الابيض؟ قام واستخدم اسلوب فلسفي او نظرية فلسفية علشان يسهل له معرفة من هو. النظرية الفلسفية هذه اسمها سفينة ثيوس. تقول النظرية انه سفينة ثيوس الاثرية تم عرضها في متحف، ومع الوقت اجزاء من السفينة هذه بدأت تتعفن، فقام المتحف باستبدال القطع المتعفنة بقطع اخرى جديدة، ومع الوقت تم استبدال كل قطع السفينة وصار عندنا سفينة جديدة، ومع تطور التكنولوجيا تم اصلاح القطع القديمة للسفينة وتم اعادة بناء السفينة القديمة من جديد، وصار في المتحف سفينتين، سفينة ثيوس القديمة بقطعها الأصلية وسفينة ثيوس الجديدة بقطعها الجديدة. النظرية الفلسفية تقول أي سفينة من هذول السفن تعتبر الأصلية. بالضبط هذا اللي حصل مع الثنائي فيجن. فيجن الجديد هو القطع الجديدة كليا لهذه السفينة، وفيجن الأبيض هو القطع القديمة اللي تم إعادة استخدامها لتكوين فيجن الجديد. لحسة مخ أنا عارف، بس إنكم فهمتوا الفكرة. المهم إنه إيش، فيجن الجديد اقتنع بالكلام هذا وبدأ إيش يأخذ ويعطي، وفيجن الجديد ساعده في استرجاع ذكرياته. وبمجرد ما فيجن الأبيض عرف من هو واستعاد ذكرياته، مباشرة ترك المهمة اللي تم تكليفه فيها وهرب إلى مكان مجهول. البعض يقول إنه فيجن راح إلى وكاندا بحسب آخر جزء ظهر من ذاكرته، أو بما أنه هذاك آخر مكان فيه أو المكان اللي قتله فيه ثانوس في وكاندا، وبنشوف ونتأكد من هذه المعلومة لاحقا يمكن في فيلم بلاك بانثر الجديد أو أيا كانت أفلام مارفل القادمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مونيكا رامبو مثل ما قلنا هي ابنة ماريا رامبو أو صديقة كابتن مارفل. قبل ما ثانوس يسوي السناب اللي قضت على نصف البشرية كانت مع أمها في المستشفى، ووقتها أمها أصلا كبيرة في السن وتعبانة، وللأسف اختفت مونيكا مع نصف البشرية اللي اختفوا. وبعد ما ايرون مان استخدم القفاز ورجع نصف البشرية من جديد رجعت مونيكا، ولكن للأسف لقيت إن أمها ميتة من سنتين. ومباشرة مونيكا أخذت نفسها وتوجهت إلى مؤسسة سورد وبدأت في استكشاف العالم ومعرفة إيش اللي صار من حولها، وتم إرسالها بعد كذا إلى ويست فيو للتحقيق في قضية اختفاء أحد الأشخاص. ولما وصلت إلى هناك اكتشفت وجود حقل من الطاقة حول مدينة ويست فيو، وهو حقل الطاقة الخاص بواندا، وبمجرد ما لمسته انسحبت إلى الداخل. ولأنها تعرف واندا وتعرف حكايتها ومعاناتها في فقدان أخوها وحبيبها فيجن، قررت إنها تكمل تسللها داخل الهيكس وتعيش دور صديقة واندا، وبالمرة تحاول تقنعها إنها تحرر هذه المدينة وسكانها المساكين. ولكن للأسف بمجرد ما وضحت لواندا انها تعرف اخوها بيترو وتعرفها وتعرف ايش صاير لها، واندا مباشرة طردتها الى خارج الهكس. ولما حاولت مونيكا انها ترجع تدخل الى الهكس مرة ثانية، حقل الطاقة حاول يقاومها، ولكنها قاومت وقدرت ترجع من جديد الى داخل ويست فيو. وبطريقة ما، ولانه ذراتها اصلا حصل عليها تغيير كبير بسبب دخولها الاول، صار عند مونيكا قوة خارقة جديدة بسبب مرورها عبر حقل الطاقة الخاص بالهكس. شفناها أكثر من مرة تغير لون عيونها وتقفز قفزات عالية، وكمان تمتص الطلقات النارية بطريقة غريبة. المهم أنه صار عندها قوة خارقة، وراح نكتشف تفاصيل أكثر عن القوة الخارقة اللي حصلت عليها في فيلم كابتن مارفل الثاني، لأنه في نهاية المسلسل تم استدعائها بواسطة السكارلز إلى سفينة موجودة في الفضاء، وهذا يشير إلى أنها راح تكون جزء من فيلم كابتن مارفل الثاني، وربما كمان جزء من مسلسل نيك فيوري سيكريت إنفيجن. حلو الكلام؟ حلو الكلام.
بعد ما انتصرت واندا على أغاثا باستخدام حيلتها السحرية، وهي إنها تستخدم رموز سحرية تخلي أي ساحر موجود داخل هذاك المكان يفقد قواها السحرية. وضحت أغاثا الواندا وقالت لها: يا واندا أنت ساحرة مرة خطيرة، وأنت ممكن تكوني السكارلت ويتش. وسكارلت ويتش في كتابة دارك هولد ساحرة تحمل قوة مرة كبيرة، ولو تم استخدام هذه القوة في صالح الشر راح تكون كارثية جدا وصعب إيقافها. وبالفعل طلعت واندا هي سكارلت ويتش، ولكن بمساعدة فيجن ومونيكا اقتنعت أخيرا واندا إنها تستغني عن الهيكس وتدمره تماما وتحرر سكان مدينة ويست فيو وترجع إلى الواقع وتتقبل خسارتها وتخضع لحزنها. وباختفاء الهيكس اختفى فيجن الجديد وكمان أبنائها التوأم مثل ما قلنا، ومباشرة هربت إلى مكان بعيد جدا على ما يبدو أنه سوكوفيا أو جبال وندغور، واللي هي في الأصل مسقط رأسها أو المكان اللي تولدت فيه هي وأخوها بيترو. الآن لازم نعرف أن واندا سحبت كل القوى السحرية الموجودة عند أغاثا وصارت أقوى من أول بكثير مرة، بل إنها بدأت تطلع وتقرأ وتتعلم من السحر الموجود في كتابة دارك هولد. والدارك هولد هو الكتاب السحري اللي فيه كل معلومات السحر سواء معلومات خير أو شر، وهذا يتركنا أمام احتمالين أحدهما أرجح من الثاني. أولا، إما أنه سكارلت راح تتحول إلى ساحرة شريرة وراح يحاول يوقفها دكتور سترينج في القادم، أو أنه سكارلت بطريقة ما راح تتعاون مع دكتور سترينج في مهمة معينة، لأنه في نهاية المسلسل سمعت واندا صوت أبنائها التوأم يطلبون مساعدتها، فهل راح تستجيب لندائهم وتسوي مشاكل وتحوس الدنيا ويجي دكتور سترينج يحاول يوقفها، أو هل راح تتعاون مع دكتور سترينج لمحاولة استرجاع أو مساعدة أطفالها؟ وهذا الاحتمال مرة ضعيف إلى حد كبير، ولكنه يظل وارد. في كلا الحالتين واندا راح تكون جزء من فيلم دكتور سترينج القادم، واللي أنا متحمس له أكثر من أي فيلم ثاني من أفلام مارفل، لأنه دكتور سترينج هو الأفينجرز المفضل عندي صراحة. يعني هو أنا أحبهم كلهم صراحة، بس دكتور سترينج. هذه تقريبا أهم المعلومات اللي تحتاج تعرفها وتفهمها قبل تنطلق في متابعة باقي أفلام مارفل القادمة. ولو في أي أسئلة إضافية تتبادر في أذهانكم شاركوني هي في التعليقات، راح أجاوب عليها، ومارفل راح يحاول يجاوب عليها برضه، أو المتابعين الفاهمين راح يجاوبوا عليها معنا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو لو أعجبك، لأنه مرة مهم. لا تنسى ترى مرة مهم، لايك أو ديسلايك it's okay. وبرضو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، وتابع صفحة أرابيك مارفل لأنها فعلا مرجعي الأول فيما يخص أخبار ومستجدات عالم مارفل السينمائي. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.